مساء الخير، لاباس عليكم؟ انا في الشيء متعود تقول لي ميم. البطاطا المهم خلصو ملعقة روز باش معايا التحميرة تكون فيها التحميرة رايقة حكم لك ديال الزيت كان داك الشيء ملي خطرت ديال الزيت هاد البنات وما جبتها قبيله جبت الزيت والحمار صافي غادي نشعل ندير الحمار مطلع Thank you.
غادي ندير الحم ونسد عليه الحم حتى الكوكو تطلع مزيان ونسد عليها بطاطا الصفراء حتى صغيرة وعاد غادي نحيد بطاطا الصفراء حتى غادي ندير عليها وليدة خضرا إلا درت الخضرا بزاف غادي تولي قصارة ندير ليها الماء ونسد عليها باش تصفى باش طيب ليا الحم وعاد غادي ندير الخضرة غادي نسد عليها الكوكوط باش تحيد الشوملة دايرة شوية الصداع شوية الصداع عاوتاني صافي وندير الخضرة صافي ونسكر الخضرة ندير الخضرة صافي هذا ما كاين وندير الخضرة صافي هذا الخضرة جيدة جدا شكرا لكم.